السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج ستريم بيم بيديني امكانية ان انا ارفع الموديل بتاعي واعرضه على الشركاء في المشروع. لو انت عندك حساب هتقول لوج ان، لو ما عندكش حساب هتقول له فري ترايل وتبدا تكتب المعلومات بتاعتك وان انت قريت الاتفاقيه، تقول له ستارت ترايل وتقول له كونتينيو تو ستريم بيم جايد. طبعا هو بالنرويجي فبنحاول الانجليزي، وبعد كده نقول له كريت فري ترايل بروجكت وتبدا في المشروع. زي ما انت شايف ان هو بيعمل انتجريشن مع حاجات زي البار بي اي 3 دي بارتي داتابيسز زي دي ار اوفيس، كان عنه ريفت بلاجن والبي سي اف سيرفر سيرفري، فدي حاجات ممتازه جدا. طيب اول ما بتفتح الحساب ده كده لسه ما رفعناش اي حاجه خالص، فبقول له 3 دي، بيقول لي ابدا ارفع الملفات اللي انت عايزها. ممكن يكون المشروع متقسم لمعماري وانشائي وكهروميكانيكال، فانت بترفعهم وبعد كده تبدا تشوف. طيب خلينا اقول له بيم اكستيوشن وخلينا نختار. هو طبعا بيرفع اي اف سي او بي ال واي او ال اي اس او اي 750، فانا اخترت دوت. اقول له بيجن ابلود. تقدر تعمل فولدرات، تحط فولدرات عشان تنظم المشروع بتاعك. طب بعد ما بيترفع تقدر تيجي هنا وتقول له داونلود لو عايز تحمله. طبعا انت مش بترفع عشان تحمله، بس ممكن يكون حد رفعه لك وانت تحمله، مثلا ريموف فروم موديل لو انت عايز تشيله. طيب هقول له بابلش اوكي، بيقول لي هختار في انا لير، فقلت له اوكي. بيقول لي ويتنج، استنى شويه عشان هو لسه بيعمل بروسيسنج ليه. فبيقول لي ان هو خلاص خلص تحميل، فبقول له اوكي يبدا يظهر لي الموديل. فظهر عندي بالشكل دوت 2 دي. طيب ممكن اجي هنا وادوس مرتين فبيخش لي 3 دي، وبرده موجود اقدر اتنقل من خلال ال 2 دي بالشكل دوت. فتقدر انت تشوف الموديل بتاعك بشكل كويس زي ما انت شايف اهوت، وتقدر تتنقل في خلال ال 2 دي او 3 دي بحيث تبقى عارف انت موجود في انهي حته بالظبط. من سيتنج هنا هنلاقي الاعداد بتاعتنا، لو انت جاي تقيس هيقيس باني بالمتريك ولا بالفيت والانش. الدوكيومنتس ده هنا بيتكلم عن الاشتراكات. هنا اليوزر تقدر تضيف اصدقاء ليك، والورك فلو كاتيجوري. طيب ممكن نيجي بقى هنا في ال 3 دي، وتعالى كده هنا فعندي الكويك ميجر، ان انا هقول له مثلا عايز اقيس، حدد المكان اللي انت عايز تقيس منه بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا من هنا لهنا، فهو بيبدا يقول لك بقى في الاكس وفي الواي وفي الزد بتبقى قد ايه. او اقول له لا ميجر بلان، فهو بيعتبر البلان اهوت مثلا، وتقدر بقى تقيس اجزاء منه. بتحدد اي نقطة، هو بيقول لك النقطة دي للحيطة قد ايه وللحيطة الناحية التانية قد ايه وهكذا. بنحدد البلان سواء افقي او رأسي ونبدأ ان احنا نشتغل عليه. انا رجعت كده للرقطة الرأسية، خلينا ندوس على الهوم، وتقدر هنا تعمل ريسيت الابليكيشن. تقدر تتحرك للموف تو هوم بوزيشن او ترجع للموديل سنتر، تقدر تتحكم في المكان اللي انت عايز تروح ليه. طيب خلينا نيجي هنا، نقدر لو عندنا اكتر من موديل نقدر نشغل ونطفي الحاجات اللي فيه. هنا كلاسيفيكيشن بيبدا يقسمهم لي الكتريكال وجرافيكس وهكذا، كل واحده فيهم بيبدا يقول لك الاجزاء اللي موجوده جواه. تقدر تدور في الاوبجكت لو انت عايز حاجه معينه. هنا بتقول له انا عايز اشوف كل حاجه، لا ده انا عايز اطلع اشوف المسقط الافقي، لا ده انا عايز اشوف الروف. بلان بلان بيبدا ان هو يظهره لك، وتقدر ان انت تغير الاتجاه بتاعك بحيث ان انت تبقى شايف النموذج بتاعك كله. او تقول له شو قول فيبدا يوري لك كل حاجه.
هنا في هيدن اوبجكت ممكن تعلم على اي حاجه تقدر ان انت تخفيها لو انت حابب بالشكل ده. عايز تزرها تاني بتشيل علامه الاكس من عليه. هنا بقى بيظهر لك الملفات كلها اكتشر الكتريكال شيك ستراكشر، وده الملف اللي احنا لسه رافعينه. هو مقسم بقى ديسيبلين، فممكن تشيله وتروح حاطه مثلا في الاركتكتشر وتنظم حسب الملفات اللي موجوده هنا. هنا الستوريز دول اول هو بيصمم لك بقى حسب ما انت عايز التايب، بحيث ان انت تقدر تخفي وتظهر وتتحكم في العناصر زي ما انت عايز.